ايه يعني بلو كلام ده؟ يعني 3000 يا ربي اخدهم انا اسلفهم ادفعهم انا دروكيتي 10 مش عارف ازاي انا. طب يعني انا اسوي كي لا معايا عيل ست وليد صغير تمام كده؟ يعني ايه اقول تاني انا يا ربي؟ طيب احسب فيه اقول ايه؟ طب انا يعني اشرب سم؟ طب انا اشرب سم ايه؟ طب ما انا قبل ما اشرب سم الديون اللي عليك. سعيده بتحت الدكان هي عندي 250 جنيه سجاير وحاجات للبيت 250 عشان يوسع له بيعرف. وحسين بتاع الاخضار اللي عندي 50 جنيه الراجل بارك الله فيه برضه 50 جنيه كده 200 300 جنيه. و 3000 الحق ربيع دول اللي عاد الله يسامحه الدنيا واخره عايز ياخذهم مني 10 يبقوا 3300 ده غير الديون الثانيه. انا كده يعني عشان اشرب سم؟ طب ما انا دروكيت لو شربت سم هيكربجوني تحت في القبض والوسع لوب مش هيقدر عليهم. طب انا اعمل ايه؟ انا دروك انا مع الحاج ربيع اموت انا يعني؟ يعني اموت من الغول بهلا؟ يعني اشرب سم وانا لسه ما تهنيتش؟ انا طموحاتي اجيب بعد الوسع لوب ثلاث عيال ثاني. وليك الراجل البرد مكتر لي السم قوي؟ انا قلت له الفيران مش قلت له ست انفار كل ده سم؟ يا ماك لا ابوك ده سم من غفلك ده من شفطه. انا ما جيناش الحاج ربيع دروكيتي قطمنا قبل ما نقابل اسرائيل يبقى ختمتها بوشه؟ انا طمعات اختمها بواحده مزه كده تكون مغفلقه يعني حتى يا دي علي صف الله العظيم. ايه حاج رايك انت؟ ايه بتعمل هنا؟ ايه بعمل يعني؟ قاعد بحسب الحسبه اللي ليك علي حسبه وانت هتسي هتحسب لي؟ انا عايز الفلوس دروك. من فين اجيبها لك انا دروك؟ انا يعني اسف من وين يعني اموت انا ازرق لك؟ يا راجل ده انت راجل حاج البيت الله. ايه اللي ضريته تحت رجلك ده؟ طلع ليش تعب اللي ضريته؟ طلع اهلا لما معاك فلوس حظك ونصيبك لما معاك فلوس راح حظه ونصيبه اللي تحت مني ده راح تزك. ايوه من نصيبي طلع الفلوس اللي تحت جلد يا ابن الرفا دي طلع الفلوس بقول لك ما بلاش. طلع بقول لك صدقني ما بلاش. ليه بلاش؟ تبعني بس انا بقول لك ما حسبكش تاني انا اخر في يوم يعني انت عايز اللي تحت رجلي حاج؟ ايوه هات طلع يا حبيبي ده سم لينك مضاد للفيران يا ده دواء كحه اخد لك شفته منه يا حاج عسى لسه واخد حبايه يضرب. ابو انت مالك بالسم يا علي؟ زي ما تقول في عندي بسه مزولاني في البيت يا حاج لا مؤاخذه انا ونايم بكون كده نايم جنب عيالي بتاقي تارب علي من على الدولاب بتخلي راسي تضرب في رجلي. طب وحل الفلوس دروك يعني ما فيش فلوس واصل يا علي يعني ما معكش فلوس؟ طب يا عمي انا من وين اجيب فلوس دروك؟ يعني انا يعني غلطان ان انا عايز اداوم دروكيتي كليتها وجعها وكانت هتموت وربتني في 9 اشهر وقلت لي يا ولدي خد سد براحتك. يعني انا لما دروكيتي حق ربيع اجي سد براحتي تتعبني انا وتجرسني كده تملى علي كل الناس كده؟ انا عايز فلوس الغلبان ضايع ماليش دعوه بالغلبان ولا الناس. انت خدت الفلوس سلف قلت طمي عيال انا عايز فلوس. طب ربنا يبارك لك في صحتك ويخلي لك عويلاتك ويكبرك كمان وكمان يا عم الحاج انت ماسك شباكه يعني حرام عليك يعني استناني زي بعد الدين عقاب الشهر. ولا دقيقة حوصل اشوف زرعايتي هنا شربت ولا حرجع لك تاني ولا دقيقة. يعني دروكيتي وليدي يعني انا اشرب سم عشان اموت؟ ما انا مين حيسد لك؟ تشرب سم تشرب تراب ولا لي فيه. انا عايز فلوسي بس كده. انا قلت عايز فلوسي وبس. لا لا يسامحك الله يوريني فيك 7 ايام وكل يوم يكون في 7 ايام ثاني لوحدي. يا شيخ انت وماشي ونقيتي واحدة تتبلى عليك تقول الراجل ده عكسني عشان خاطر اللي بيعاكس بيخمسوه بالخمسيات. استغفر الله العظيم يا ربي اروح اشرب السم نقة حرام ولد السعلوب يتبهدل بعد مني. مين هيربيه؟ مين هيجيب المرأة المعسل اللي انا بجيبه لها ده انا؟ طب انا دروكيتي يا حاج ربيع غرستي يا حاج ربيع ما علي ما تدي له 3000 جنيه طب اهلي سنه دروكيتي ما سددش. طب كنت حضبك في زمارة رقبته عشان يسد برضه ما دفعش برضه كده توقع الوقعه دي يا حاج ربيع؟ ايوه الله ينور عليك يا حاج ربيع ايوه شغل مخك. طب ما نستغل ظروف الوديه انه واقع ولو قعدت عمرك كله يا حاج ربيع ما حيسدش. ما معهوش يسد حيجيب من فين؟ ده غلبان هو كده كده اهبل ما يعرفش حاجه. ما تستغل ظروف يا حاج ربيع واتصل بالدكتور صاحبك ده بتاع بحري اللي بيشتري الكلى بتاعت الناس ده بياخدها ب 250 الف جنيه الكلية. هو كده كده ربنا مديله كليتين اضحك عليه يا حاج ربيع ب 2000 جنيه ارزع الواد ب 2000 جنيه وهبش لك كليه منه عشان تخلص بفلوسك وكده كده ربنا هيكرمك بالقلب الكليه بتاعته هتنغنغ الدنيا معاك ده انت هتبيعها ب 250 الف وكده كده هو ما يعرفش حاجه هنقول له الواحده غلبان. بس انا ما فيش حل قدامي غير كده اهبش لي كليه من الواد ده. ايه هعمل غير كده؟ انا اروح له اقول له لازم بص انا هفوت لك الفلوس كلها يا علي مقابل ان تديني كليه. الواحده غلبانه يا شيخ وهو هياكلها
وعشان ظروفه، لاني انا مضيه اصلا، لو ما دفعش هحبسه، عشان ظروفه هيضطر يديني الكليه غصبا عنه، لاني انا كده حطيته على القرمه والسكين فد، يا يديني الكليه يا هحبسه. مفيش حل لك تاني غير كده. عين رايح له دروكي تاني. يا 10 جنيه حق باكم يا دي علي ونيسه يا علي، يا 15 جنيه حق ربطة الخص وشويه المش والملوح الفن. يا إيه درد عليك. ايه ما دقيقه بنكتب حسبتنا عشان بعد ما اشرب السمه يبقى في رقبه السعلوب ولد، وما لازم ياخذوني بالشوكيش من تحت. يا ده انا حبيبك الحاج ربيع، دروك حبيبي، وقلت مشويتي ماليش دعوه وخليتني حمت وبقيت امسح في جلابيك. ما تزعلش برضه ارضى فيك انا يا خي. لا زعلان انا. لا ما تزعلش. لا زعلان والله. صلي على النبي يا عم. عليه السلام. 3000 جنيه اللي شايل لهم ويدا نص البلد بديناك، الله تاكل ناسك، حسدل لك الديون دي كلها. النبي حق. وال3000 بتوعي ما عايزهمش. الله يبارك فيك يا حق. الله يخليك. ايه رايك؟ زي مبسوط يا انا عمي. بقول عليك حاجق يعني وبالصلاه على النبي يعني وعامل بيها. الله يبارك لنا فيك. حبيبي بس ليا طلب عندك. انا عارفك انت ما تعملش حاجه لا بقول والله عارفه انا ايه عايز. طلب بسيط وفي يدك. فيش يدي غير القلم تاخده؟ ولا هتعرف والله. والله في يدك انت ما شايفوش، بس هو في يدك الطلب. ايه ما شايفوش طالب الفنله لابسها من تحت انا مش فاهم. هو الطلب جوه الفنله. ما سالتنيش ايه هو الطلب. ايه الراجل ده؟ معانا تقصد حق؟ معانا عمتك. مش غير شرفي. لا ما تقلق، ما انت ضميرك طين، ما تخافش. معايا عمتك يا تعبانه في البيت، انا لحقت امك قبل كده. اللي بارك فيك. وديتك ال 3000 ولدورك ممرني عليهم ما جيبهمش، لكن ما عايزهمش، وعفى الله عما سلف. اللي بارك فيك. وحرزعك ببكوين ثانيه تسلك الديون بتاعتك دي وسد البقالين وسد كل الدنيا كلها حسدها. وبتاعت الخص اللي مجرساك دي في الشارع دي اللي حريت معدتك من المش اللي انت بتدفعه ده. هنعمل يعني دروكيت يعني ايه؟ ناكل حرام مثلا اللي لقيناه. انا مش عايز قبل ما يكون. مش عايزك تاكل مش كتير بيبوظ الكلى واحنا محتاجينها الكلى. عشان خاطر الورقه دي فيها عمري كله. قول خليها معاك. ايه هي بقى تديني البكوين وهسد لي الثلاث اكيد يعني حاجه مغفله قصدك انت مش في البكوين وهخليك تبكشش على نفسك. بس سلع النبي. بس تهودني. مش ما اعرف الاول حد. مرة عمك تعبانه عايز لها كليه. يا سلام عليها. الف سلام عليها. الله يبارك لنا في عمرها. وانا قلت ما حدش حينفع معانا في الموضوع ده غيرك انت. لا نعنيه المرت عمي والله. كليتك كلية فرس، اللي حيركب له الكليه دي حيبرط بالطلاق من بيتي في الصابيه. ما حد حيجي. يما انا القصبجي. الصلاه على النبي، جسمك ياكل فيك التمساح سنه. وعي نظرني على شويه المشي اللي بكون ربطه الخص اللي مجلسني عليه. باكل مشي كليته بتضرب، انت فيك كليه ضربت ولا تراب، كليتك زي الحديد. لا بارك فيك يا حاج، الله يخليك لينا والله. خلاص حاسب لك ال 3000 جنيه وحبكشش عليك بالفين تسد باقي ديونك. بس على النبي ربنا يبارك فيك وخلي لك العويلات يا حاج. بس اوعى تاجي تاني تقول لي عايز جنيه تاني. لا لا انا كده عملت معاك الواجب وزياده. لا لا لا. انا بس اخلص منك بس. فانت دروكيتي ما حط، انا دروكيتي ما قدمكش ولا حاجه غير انك توافقني. ايوه ما قدمنيش. هتوافقني ولا لا؟ لا موافقك يا حاج. هسد لك كل ديونك. يا اما يا عمي عشان تجيب الكلية تدفع الفلوس، تدفع ال 3000 جنيه وتشوف مين يسد لك ديونك. انا مضيك هحبس. يعني يا حاج انت بتستغل ظروفي وبتحط السكينه على رقبتي، يعني عارف ان انا مش هقدر ادفع وتاخد كليتي، يعني يرد الكريم سبحانه وتعالى ده؟ كيف ما انا انت دروك انت بتدخل ربنا ليه معانا في الموضوع ده؟ كيف مش هو ربنا اللي وهبنا النعمه؟ ما انت فجري طيب، ما حسدش لو قعدت عمري كله انا لغايه ما اموت انت ما حسدش. تديني كليه انا هتديني كليه. يعني حق ربيع عايزني اديني كليتك ويتم ولدي وانا شباب. ما معاك كليه ثاني؟ يعني انت فاكرني انا ما اعرفش الكليه دي بكام يا حق ربيع؟ ايه الكليه دي بكام؟ الكليه يا حق ربيع بتتباع في تجاره الاعضاء البشريه بتتباع ب 300000 جنيه، عايز تديني 5000 جنيه. انت لو قلت لي انا هديك 50000 جنيه كنت هدالك عشان انا مزنوق وعليا ديون الناس، لكن انك انت تستغل ظروفي 3000 جنيه اديتها لي قلت لي هاخدها 5 وسكتت عشان انا مزنوق. تاخذ فلوسي يا حق ربيع وتقبلها على عيالك؟ طب خلاص قوم ادفع 3000 جنيه، اعمل لك ثاني هو الحل ده اللي قدامي. يا تجيب ال 3000 جنيه يا تديني كليتك. هو الحل ده. حل ده؟ هو اللي معي الحل ده. حسبي الله ونعم الوكيل، في كل واحد بيستقل واحد غلبان. يبقى انا هحبسك، انت بتحزبن فيها؟ حزبن انا فيه. حوريك والله المحل، حوريك على حزبن الله في وش ياد. حوريك طب انا هيعمل فيك الحج ربيع. والله المجيد بوست على يدي وقلت لي خد كليتي وال2000 اللي حتبكشش عليهم عزومش يا حج ربيع مقابل ما احبسكش. ايه رايك لخلي عيالك تشحت في الشوارع؟ الله بيني وبينك يا حج ربيع. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل.